We are Dark Web. You will not stop us. This is just the beginning. عائلة أليكس هاجرت من أوكرانيا لكندا لأنهم كانوا بواجهوا ظروف مالية صعبة، وعشان يأمنوا لأليكس حياة كويسة في نفس الوقت بنلاقي إنه أليكس وفي سن صغير جدا قرر إنه يشتغل عشان يساعد أهله في إنهم يلموا كمية كبيرة من القروش. فبدأ يفتش في شغل أونلاين وفعلا لقى، والشغل كان عبارة عن كل 1000 نقرة بياخد فيها $20 اللي هي النقرات على الإنترنت. بعد كده الموضوع بياخد منحنى خالص تماما من إنه شغل بيربح منه لشغف حقيقي. فبقى بيفتش أكتر وأكتر في الإنترنت عن الأزمات المالية والبنوك، بالإضافة لإنه كيف بتم اختراق النظم الأمنية في البنوك. مرة من المرات أم وأبو أليكس اختلفوا وعملوا مشكلة كبيرة مع بعض، وعلى طول أليكس طلع للكافيه القريب منهم وطلب قهوة. وأثناء ما هو بيشرب في قهوته لقى في شاشة الكافيه خبر معروض عن عصابة موجودة في الدارك ويب وعن الأنشطة الإجرامية القاعدة تقوم بها العصابة دي. لما جاء راجع للبيت لقى أمه في حالة بكاء وانهيار شديد، وسألها عن السبب. قالت إنه الحكومة حتاخد بيته من أنه ما دفعوا باقي الأقساط، وده بسبب إنه أمه كمان خسرت وظيفتها في البنك. هنا على طول أليكس أدى أمه القروش الجماعة خلال شغله من على الإنترنت واللي كان موفره أصلا من الأساس لدراسته الجامعية. أمه رفضت في البداية، لكن هو في الآخر أقنعها إنه البيت أهم من الدراسة. أليكس قاعد يفكر بكل زعل في البنك اضطرد أمه من الشغل، ورجع للإنترنت تاني عشان يفتش طريقة سريعة عشان يكسب بها قروش، بس كلها كانت عبارة عن شركات نصب واحتيال. لكن فجأة اتذكر منظمة الدارك ويب استمع عنها لما كان في الكافيه، وقرر انه يدخل ويسألهم اذا كان بيقدر ينضم لهم. لكن طبعا الدخول ما بيستاهل. الشرط الاول انه تتم دعوته، وأما الشرط إنه لازم ينفذ عملية إجرامية، ده كل عشان بس يقبلوه كمبتدئ. راندي كان أول بني آدم فكر فيه أليكس عشان ينفذ عملته الإجرامية، واختاره مخصوص لأنه راندي كان معروف في المدرسة إنه متنمر وإنه في نفس الوقت بحب الرياضة ومهووس بالمكملات الغذائية البروتينات. على طول أليكس فبرك موقع حق بروتينات وقاعد يبيع فيها بأسعار رخيصة، وقدر يتحصل على معلومات البطاقة البنكية لأبو راندي، وقام رسالة للمنظمة الإجرامية وعلى طول قبله. كانت تجارته في السوق الأسود وإنه يبيع الحاجات الممنوعة، وفي حوالي 4 أسابيع قدر إنه يوصل $30,000. بعد كده قرر إنه يسيب البيت ويمشي لمدينة تانية على أساس إنه يكمل دراسته الجامعية، وفي نفس الوقت كان مواصل في شغله في السوق الأسود. بمتابعته للشغل ده قدر إنه يتحصل على ساعة غالية جدا وكان لازم إنه يبيعها، بس لسوء الحظ ما قدر، فقرر إنه يمشي للسوق الصيني على أساس يبيعها، لكن كل المحلات رفضت تشتريها لأنهم اشتبهوا إنها مسروقة. وهنا بيجي دور ساي. لاحظ أليكس بعد طلع من المحل وقام جاه وقال له أنا حأخذ 30% من السعر إذا قدرت أبيع عليك بأكثر من $30,000. فبنلاقي إنه ساي قدر يبيع الساعة. قام أليكس سأله أنت كيف بعتها، فبرد عليه إنه بعد تكلمني إنك من وين جبت الساعة فأنا حكلمك إنه كيف قدرت أبيعها. وبعد كده بنلاقيهم إنهم بقوا شركاء في الجريمة. طبعا اشتغلوا مع بعض وربحوا قروش كثيرة جدا. في نفس الوقت أليكس فكر إنه الدراسة الجامعية ما حتحقق له طموحاته، فقرر إنه يواصل مع صاحبه في سرقة المجوهرات والبطاقات البنكية. وفي مرة من المرات في واحد من النوادي ساي قدر يتحصل على بطاقة مسروقة وفيها مبلغ كبير جدا، ورجعوا البيت مع بعض. وأثناء ما أليكس قاعد يتصفح قاعدته في الإنترنت يتذكر البنك اطرد أمه من الشغل وقرر إنه ينتقم. أليكس قام أخذ فلاشة فيها برمجيات خبيثة على أساس إنه يزرعها في نظام البنك، لكنه فشل وتم اعتقاله من قبل حراس البنك وودوه لمدير أمن البنك. فقال له إذا ما قلت لي إنك من وين جبت الفلاشة دي حنضطر إنه نتصل حاليا على الشرطة ونخليها تجي تتصرف معك. أليكس رد ذكي جدا وقال له إنه برنامج الحماية في البنك ضعيف وهو ممكن يطور عليهم مقابل إنهم يطلعوا الصراحة. بسبب النقطة دي بالذات بقى أليكس مشهور جدا في الدارك ويب لدرجة إنه زاد مؤسسا منظومة قاعد يمدح فيه. ساي عرف أليكس على بيت اسمها كيرا على أساس إنها تكون جزء من الفريق، وهنا بنكتشف إنه كيرا مهووسة إنترنت وعندها مهارات في تزوير البطاقات البنكية
والبيتكوين وحاجات كثيرة أليكس وسايم ما بعرفوا يشتغلوها، بالإضافة لأنه عندها قاعدة عملاء ضخمة بيشتروا منها البضاعة المسروقة بكل سهولة، وإنه الناس اللي بتتعامل معاهم بيرسل لها ناس تانية عشان يتعاملوا معاها. هنا بيبدأ سايب الشك فيها بسبب كثرة العملاء عندها، وإنه إذا عندها المواصفات دي كلها ليه جاي تشتغل معاهم. وفي يوم من الأيام كيرا بتسأل أليكس إنه يسافر معاها لهونغ كونغ لأنه هناك في فرص أكبر للربح. في نفس الوقت ساي بيكون بيتنصت عليهم أثناء ما هو عامل نايم، وهنا بيزيد شكه أكتر في كيرا. فجأة بعد فترة بسيطة جاتهم أكبر صفقة في حياتهم كفريق، اللي هي كانت عبارة عن شحنة فيها كمية بضائع. كيرا على طول جابت عميل وقرر فورا إنه يشتري كل البضائع مرة واحدة، لكن ساي قال لهم إنه لا حتاخدوا نص البضاعة، وكيرا قالت لا حتاخدوا كل البضاعة. وحصل خلاف بين ساي وكيرا، وبعد كده حصل ضرب نار بواسطة المشترين، والموضوع على كده انتهى والبيعة اتخربت. في نفس اليوم بالمساء الشرطة جت تفتش في الشاحنة، وعلى طول هنا الفريق قرر انه يهرب لهونغ كونغ لانه الوضع بقى صعب ومخيف جدا. كمان بنلاقي انهم تابعوا نشاطهم في المجوهرات وبيع اجهزة الكمبيوتر وانواع تانية من الاجهزة. بالرغم من انه كانوا بيكسبوا قروش كتيرة، لكن أليكس كان عاوز قروش أكتر من كده لأنه عايز يتحدى النظام الأمني. ساي جا داخل عليهم ومعاه كمية قروش خيالية عشان يبرهن إنه لسه محتفظ بمهاراته القديمة، وإنه كمان يستخدم بطاقة تصرف آلي. هنا قام أليكس وقوم الدنيا وقعده لأنه كان محذر من إنه أبدا ما يستخدم بطاقة تصرف آلي، وبعد كده بيطلب منه إنه يخلي الفريق. على طول ساي بيشيل شنطه وبيطلع. أما عشان يلفتوا انتباه رئيس العصابة زيت، بتقترح كيرا لأليكس إنهم يسرقوا الصرافات الآلية ببطاقة مزورة، وفي كل صراف آلي هم سحبوا منه كانوا بيخلوا بطاقات مكتوب عليها دارك ويب، وبكده بتكون خطة كيرا نجحت. لكن فجأة قالت لأليكس إنها عايزة تخلي الشغل ده لأنها هي تعبت منه وعايزة ترتاح، وبتحصل مشكلة كبيرة بيناتهم. وأثناء كده بتجي رسالة على جهاز أليكس من رئيس المنظومة زيت، وكان مفاده إنه تم ترقية أليكس لوكيل الرئيس، يعني هو بقى وكيل زيت. طبعا دي فرصة كبيرة لأليكس عشان يقدر يطلب من زيت إنهم يتلاقوا، لكن بيتم رفض الطلب حقه. أليكس بيقول لزيت إنه الموضوع ده بيتعلق بمليارات الدولارات، يعني أنا لازم أثق فيك، فبيوافق إنهم يتلاقوا. بعد كده بيتلاقوا وبيكتشفوا إنه زيت زول على كرسي متحرك، وبيحذرهم إنهم ما يفشلوا، ولو فشلوا هيخلص عليهم هم وعلى عائلاتهم. بتجي رسالة من ساي لأليكس بيعتذر فيها وبيكلمه إنه عايز يرجع للفريق تاني. بعد يخلص المكالمة بيدق الباب ناس غريبة وبيخلص على ساي. ولاحقا لما يجوا كيرا وأليكس للبيت بيلاقوا صاحبه ميت على البانيو، وبيكتشفوا إنه ده بسبب المليونير اللي كانوا سارقين بطاقته البنكية من النادي، وإنه كمان بالتالي الدور راجيهم. بعد يروقوا شوية بيقرروا إنهم يرجعوا للشغل مع زيت، لأنه طبعا وفر لهم فريق قوي جدا مع كذا فرد. وكانت خطتهم إنهم يهجموا على سوق الأسهم المالية، وده بإنهم ينتحلوا شخصية رئيس البنك الاحتياطي وإنهم يلفقوا موته. وطبعا اتعممت الفوضى في سوق الأسهم والعملية نجحت، والمنظمة تلقت قروش كثيرة من العملية دي. وفي نفس اليوم يلي أليكس وكيرا راجعين للبيت جاءت عصابة كمان هجمت عليهم وخطفوا أليكس وخطفوا كيرا وساقوا أليكس بالتحديد لمبنى مهجور، وقبل ما يسيبوه يطلع بيكسروا كل أجهزته الإلكترونية. بعد كده أليكس بيسافر لتايلندا لأنه اتفق هو كيرا إنه إذا حصل لهم أي حاجة وافترقوا إنهم حيتلاقوا في تايلندا، وبدأ يفتش في أي مكان محتمل إنها تكون فيه. فمرة من المرات مشى لمقهى بتاع إنترنت واستخدم بطاقة مزيفة للدفع، ومن خلال الإنترنت اكتشف إنه الشرطة ووكالة الاستخبارات قبضت على المنظمة وعلى رئيس زد، وإنهم اتخلصوا من كيرا. ولحظات والشرطة التايلندية بنلاقيها إنها جات قبضت عليه بسبب استخدامه للبطاقة المزورة لما جاي يدفع، وبعد كده بيقعد سنتين في السجن. والفترة كان قاعد فيها أليكس في السجن فكر في حياته القديمة، وقرر إنه مجرد ما يطلع من السجن حرجع لحياته البسيطة اللي كانت قبل المعمعة دي كلها. فبعد ما طلع من السجن لقى كيرا مستنياه برا السجن، وكلمته عن حقيقة شغله وعن عمها اللي كان بيشتغل في وكالة الاستخبارات المركزية، ويلا عن طريق كيرا قدر يوصل لأليكس، ومن أليكس قدر يوصل لمنظمة الدارك ويب ورئيس زيت، وبالتالي قدرت الاستخبارات المركزية إنها تقبض عليهم. اعتذرت لأليكس لأنها ما قدرت تكلم بالحقيقة من البداية واتصالحوا على كده، بس طبعا كلمة إنه هو قرر خلاص إنه رجع لحياته البسيطة، لكن الجواز اللي كان معه مزور. وهنا كيرا طلعت له جوازه الأصلي واتفقت معه على بداية جديدة بعيدة عن الإجرام. وبس على كده خلصنا. أتمنى إنه الريفيو يكون نال إعجابكم. الفيلم اسمه هاكر، اتعمل سنة 2016 من إخراج أكاي ستيف.